بسم الله. أخبرنا بدقيقتين، السوداني يلقي كلمة العراق بافتتاح قمة المستقبل بنيويورك، حملات لإعادة المتسربين ومنع انتشار الأمراض في العام الدراسي. الموسم الجديد لدوري السيدات لكرة الصالة ينطلق غدا. يلقي رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني كلمة العراق بافتتاح قمة المستقبل بنيويورك. بيان حكومي ذكر أن السوداني يشارك في القمة المنعقدة بشأن مواجهة التحديات المستقبلية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 79. مع بدء العام الدراسي الجديد تنفذ حملات لإرجاع الطلاب المتسربين في الدوام، وفي نينوى تشارك 30 لجنة موزعة على جميع أقضية المحافظة في حملة أثمرت عن إعادة آلاف المتسربين إلى المدارس. أوصت ملاكات الصحة في العراق أولياء الأمور بضرورة حماية الطلاب من أمراض العودة إلى المدارس، وشملت التوصيات الحفاظ على النظافة الشخصية واستخدام المناديل وتغسيل اليدين جيداً لتجنب الأمراض التنفسية والمعوية الناجمة عن العدوى أو انعدام النظافة، كما نظمت ورش للطواقم التربوية بهذا الشأن. أعلن جهاز الأمن الوطني إلقاء القبض على متهمين يمارسان السحر والشعوذة في بغداد، موضحا أنهما أوقعا أكثر من 400 ضحية. وذكر بيان للجهاز أن المتهمين ضبطا متلبسين وبحوزتهما العديد من الأدوات التي تستخدم في السحر، مبينا أن مجموع المبالغ التي تقاضياها تجاوزت 300 مليون دينار. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم انطلاق منافسات دوري السيدات بكرة الصالات للموسم الجديد غدا بإقامة 3 مباريات لحساب الجولة الأولى. بيان الاتحاد ذكر أن الأندية المشاركة هي كل من ألتون كوبري والزوراء وفتاة نينوى ونفط ميسان وبلادي والأمواج المصلي، إضافة إلى أكاديمية بنت العراق. يو تي في وللمزيد من المنصات عليها. شكرا لكم، إلى اللقاء.